ارحب بضيفي صهيب الجابر الصحفي من غازي عنتاب. اهلا بك صهيب. يعني بدايه، كيف تتابعون هذه المجازر التي يرتكبها التحالف الدولي في هذه المناطق تحديدا؟ وبالتالي يعني كيف يمكن ان نقرا ما اعلنه التحالف بانه استكمل في اذار المنصرم مراجعه 49 تقرير فيما يخص هذه المجازر المرتكبه، سواء كانت ضربات جويه او مدفعيه؟ نعم، أحييكم والسادة المشاهدين. أهلا بك. طبعا بالفعل أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن يوم أمس بقتل 28 مدنيا، ما يرفع حصيلة الضحايا المدنيين في سوريا والعراق كما وصف التحالف جراء العمليات العسكرية إلى أكثر من 883، هذا ما تم الإعلان عنه. طبعا التحالف أيضا أقر في 26 من أكتوبر 2017 بقتل نحو 789 مدنيا. التحالف الدولي أيضا أقر في 14 من فبراير 2017 باستخدام اليورانيوم المنظم في الحسكة ودير الزور، وأثناء العمليات العسكرية في مدينة الرقة ظهرت مقاطع مصورة تبين استخدام تحالف الفوسفور والفوسفور الأبيض، وهذا ما لا يحتاج لإقرار آخر من التحالف لأن هذه الانتهاكات موثقة بالفيديو، بالإضافة أيضا لاستخدام القنابل العنقودية والأسلحة الاعتيادية التي لم تتوقف عن استهداف المدنيين طوال العامين الماضيين. وهنا يتساءل عن سميرة، يتساءل مدني، ماذا إذا أقر التحالف سواء بجزء من هذه نعم. الجرائم أو الجرائم كاملة، وقال التحالف نحن نعتذر، وهل سيعيد هذا الاعتذار المدنيين الذين قضوا خلال استهداف التحالف؟ حقيقة هذا ما اعتبره الكثيرين مهزلة، وما وصفه آخرين بالمشي بجنازة السوريين بعد قتلهم. والأهم من كل ذلك هو أن هذه الأعداد والإقرارات غير صحيحة، ففي الرقة وحدها هنالك أكثر من 2000 شهيد مدني خلال العملية التي استمرت 4 أشهر، 1800 مدني منهم موثقين، إضافة إلى الدمار الشامل في البنى التحتيه. في دير الزور ايضا هنالك قصف مستمر كان في منطقه واحده وغاره واحده في البوكمال. تسبب التحالف بطائرات طبعا عراقيه كانت من ضمن التحالف بنهايه العام 2017 باستشهاد اكثر من 60 مدني في يوم واحد فقط في مدينه البوكمال. طيب يعني صهيب، نتحدث عن المدنيين، ولكن هل فعلا هذه الغارات التابعة لطائرات التحالف الدولي استهدفت مواقع لتنظيم داعش وأوقعت هذه الخسائر كما أوقعتها في صفوف المدنيين سواء كانت مادية أو بشرية؟ أستاذ ميرا، إذا ما تحدثنا عن عدد الغارات التي استهدف بها التحالف الدولي مناطق متفرقة من المنطقة الشرقية في سوريا، بالآلاف كانت هذه الغارات. إذا ما كانت بالفعل قد حققت إصابات مباشرة بصفوف تنظيم داعش، فمن المؤكد أن تنظيم داعش لن يبقى بعد آلاف الغارات الجوية والضربات التي وجهت له في سوريا وفي دير الزور والمنطقة الشرقية تحديدا. ولكن ما نراه على أرض الواقع هو شيء منافي تماما لما يصرح به التحالف بشكل عام، علاوة على تغاضي التحالف في بعض المناطق في دير الزور عن مقاتلي داعش وإتساح المجال لهم للعبور والتحرك بسهولة إلى مناطق النظام للضغط على النظام وإقصاء الإيرانيين تحديدا من المعادلة في دير الزور، علاوة أيضا على انضمام مقاتلي داعش. يعني إذا ما تحدثنا عن انضمام مقاتلي داعش إلى قسد التي يدعمها التحالف، هنا توضع آلاف إشارات الاستفهام حول هذا الموضوع. مقاتلي داعش وأمنيه الآن هم مقاتلين وأمنيين داخل قسد المدعومة من التحالف الدولي. طيب يعني برأيك، ما هي أكثر المناطق تضررا من القصف سواء كان ماديا أو بشريا في المناطق التي يستهدف بها التحالف المدني؟ في المنطقة الشرقية بشكل خاص هنالك مدينة الرقة تضررت بشكل أكثر من 85%، البنى التحتية تم تدميرها بالقصف، أكثر من 25 مسجد تم تدميره، النقاط الطبية كاملة والمستشفيات تم تدميرها. في دير الزور أيضا كل المناطق التي كانت تتقدم لها قصد كانت تدمرها في الريف الشرقي. مدينة هجين تتعرض للقصف العشوائي الذي لا يميز بين مقاتلي داعش وبين المدنيين طوال الأشهر الماضية، هنالك منافذ كانت مفتوحة للمدنيين أو كانت شبه مفتوحة للمدنيين، فقط قناصين يطلقون النيران على المدنيين الآن أغلقت بشكل كامل بوجه هؤلاء المدنيين الذين يحاولون الخروج من مناطق سيطرة تنظيم داعش، ولا يسمح لهم مقاتلو قسد والتحالف بالعبور إلى مناطق آمنة، علاوة على احتجازهم عندما يستطيعون النجاة من مناطق نفوذ داعش الإرهابي، علاوة على احتجازهم في مخيمات الموت التي زرع مؤخرا بمحيطها حتى ألغام بمحيط هذه المخيمات تسببت باستشهاد مدنيين أثناء محاولاتهم الفرار من هذه المنطقة. واقع المدنيين لا يوصف حقيقة سواء في المنطقة الشرقية في سوريا في دير الزور أو في الرقة. نعم صهيب جابر الصحفي من غازي عنتاب، أشكرك جزيل الشكر.